عطاني 10 دنانير مو مصدق اقسم بالله 10. لازم تتابع المقطع للنهاية عشان تعرف كم جمعنا في هذا المقطع. تغيرت سلسلة كاملة بعد العشر دنانير. هو اليوم الرابع نحاول نوصل القرش إلى أبو فلة خلال 30 يوم. أمس جمعنا 14 دينار و45 قرش. اليوم كم تتوقع نقدر نجمع؟ يوم الجمعة صلى على النبي قبل بداية المقطع. رحنا صلاة الجمعة صليت وضبطت الوضع وأخذت موية وشربت ويا سلام. الحين بروح النادي. تذكرون رحت آخر مرة بذاك المقطع. بروح بضبط نفسي هناك، اتروش، اضبط الوضع، اغير الملابس، معي ملابس شنطة كنت لابسها قديمة زي ما تعرفوا، ما اقدر اجيب شيء الا من القرش، يا اشتري ملابس يا استخدم ملابسي القديمة. فلا تنسوا لايك والاشتراك قبل بداية المقطع، اترككم المقطع. سووا منصة احسان تحت، كل ما نسكر حالة راح ناخذ 20 دينار عشان نقدر نسافر لدبي باسرع وقت. خلينا النادي نطلع نضبط الوضع وكل شيء ويلا. I'm thirsty. Refreshing. ضبطنا الوضع، غيرنا الطقم، رجعنا للطقم القديم لما غيرناه لما كان حر، والحين لازم نروح نبدأ نبيع، نبغى فلوس. اليوم الهدف 20 دينار. دخلت نفيسة كنت أبغى أشوف إذا عندهم وظائف أو شيء زي كذا، أعطوني هذه. رايحين المسجد نصلي العصر، واللي ما صلى يروح يصلي، وإذا في موية نشرب هناك لأني مرة عطشان. تقريبا مشيت 10 كيلو. خلصنا صلاة، تقبل الله، شربت 4 قوارير مويه يا شباب. لي يعني هذه القوارير المويه اللي شربتها بقعد اسبوع كامل ما اكل باذن الله. ويلا نروح البيع نشتري هذه المويه اللي تعودت عليها بدينار. ويلا بسم الله. هذه المويه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عندكم مشكله تكون المقطع يوتيوب؟ انا قاعد بصور، اسمع، قاعد بصور ببدأ من قرش واحد، تمام؟ والقرش هذا كل شيء بحاول أزيد 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 فيه المبلغ. فقبل شيء شريت هاي المي، إذا حابين تشتروا منها أو مثلا تعطوني حقها وأعطيها لشخص محتاج. هذه الموية تفضل، لكم تنتين؟ واحدة؟ ولا بدكم آخذ تنتين؟ أوكي، هذا أول دينار، بسم الله. وهذه ثاني واحدة. لا ما عليك. هذا أول دينار، يلا اللي بعده. واحدة، وهذا الشخص الثاني بعطيها لشخص محتاج هنا. ما شاء الله هنا وزعت الموية على كل المويه، الله يستاهل كل يوم، يعطيهم العافيه اللي يشتروا وخلوني اوزع. اوكي شكرا. هذه القوره الثانيه قرش، وهذه النص الثانيه واللي بعده. المشكله ما معي صرف، ولا تبغاني اتبرع بالثانيه؟ خلاص اتبرع بالثانيه. اوكي يعطيك العافيه، شكرا، يعطيك العافيه. والحين اخذنا دينار تقريبا خلصناهم. واحدة بنص يعني؟ هي واحدة. هاي ثنتين اعطيهم. خلاص اوكي شكرا حبيبي، يعطيك العافية. خلصنا كلهم، اخذنا دينار ويلا يا حبيبي. سمح تفضل. عفوا حبيبي. نروح نشتري موية ثانية، بسم الله نرجع نبيع يا شباب. يلا يلا. كل شويه مويه مويه مويه، بس اصبر علي نجمع مبلغ كويس وراح نغير هذا. واكتبوا لي تحت ايش تبغى اسوي، اعطوني افكار. بعطيه عمو، تفضل عمو خذ. ايوه خذ، يعطيك العافيه، شكرا حبيبي. تفضل. هذا النص واللي بعده. لا معلش، عندنا ناس حاضر. اكيد حاضر، اكيد. اوكي اوكي، هذا الحين يعطيني اياها واعطيها لشخص محتاج. هذه النص الثانيه زي ما تشوفوا كيف موجود. يلا اللي بعده. يعطيك العافيه، شكرا شكرا فيك. باقي كم واحده ونخلص، الله يعطيهم العافيه. خذ دينار ثاني، بعنا واحده، اتبرع كمان، الله يعطيهم العافيه. ويلا نروح نبيع واحده ثانيه. مويه ثانيه بنص اللي بعده. جتني 5 دنانير الحين. اوه ماي جاد، مليون واحده، الله يسعدهم. وشوف كم صار معانا فلوس يا حبيبي، معانا 23 دينار تقريبا. وش قابلت واحد اعطاني نص، قال لي سوي فيه اللي تبغاه، فهذا اتوقع انه راح اخذ بيه لانه الحين لازم نروح نتبرع. فقبل شوي لما شريت المويه اعطاني القرش، هذا القرش اللي لازم نوصل لابو فله. باقي 27 يوم ان شاء الله، 26 يوم، انتم قاعدين تشوفوا هذا المقطع بوقت ثاني، احنا سابقينكم 3 ايام. فشكرا لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، منصة احسان تحت الديسكريبشن، نكمل المقطع. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلام. ان شاء الله يومك حلو، تفضل، كل اي المي لك.
خذ. الله يسعدك حبيبي، شكرا، الله يعطيك العافيه حبيبي. عفوا تبرعنا، باقي العلبه الثانيه. هذول الستة دن، وهذه اخر واحده لليوم. باي. شكرا لكم على المشاهدة يا عيال، المقطع كان مرة فخم، باقي قرورة واحدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك ورابط منصة الحسان تحت. شباب اخذنا دينار ثاني وتبرعنا، احنا نتبرع بثنتين كمان، باقي اخر حبتين ونخلص. يا شباب هذه المرة ما جبنا العيد، لا تخافوا، بس الحين بيصير شيء بيغير تقريبا كثير بالسلسلة، فشكرا لكم على الدعم يا شباب، شكرا لكم على الكومنتات واللايك والتحفيز، وإن شاء الله بنوصل قرش لأبو فلة خلال 30 يوم وترككم على المقطع. شباب راح يعطيني شو اسمك؟ عبود. عبود حبيبي، بيعطيني الخمسة وراح يتبرع ثنتين، الله يعطيه العافية مرة، شكرا عبود حبيبي. عطاني 10 دنانير، مو مصدق، أقسم بالله 10، والله شكرا. مرة شكرا، قال لي خذهم وروح تبرع بوحدك كرتونة كاملة، شكرا لكم مرة. شباب اليوم سوينا انجاز ضخم، ابو فلة جيناك في الطريق، لا تنسوا رابط احسان تحت، شكرا لكم على المشاهدة، كان معاكم ريان، الحين بنروح نوزع الباقي. اليوم معانا يامن، يحطوا لايك واشتراك. يعطيك العافية يامن حبيبي، تشرفنا فيك، الله يعطيك العافية، شكرا يامن. يعطيكم العافية على المشاهدة، أحبكم كلكم، نشوفكم باليوم الخامس.